لرمضان مشروباته الخاصة وحلوياته وأكلاته وخبزاته كمان اللي بتلاقيها على واجهات المخابز والعربايات الدايرة برمضان، وهي عم تنادي طيب يا معروك، أكل الملوك يا معروك. خبزة رمضان المشهورة بالمعروك أخذت اسمها لأنها بتختلف عن عجينة الخبز العادي من كثرة العجن والعرك لحتى تمتزج مكوناتها المختلفة وتختمر العجينة صح. أما صفتها كأكلة ملوك فلأنه بيدخل بتكوينها مواد ما بتدخل بتكوين الخبز العادي مثل البيض والسكر والسمنة والسمسم، وهي مواد مكلفة مادياً، ويقال أنه هذا النوع من الخبز انتشر بفترة رخاء الدولة الأموية وكان الخليفة بيأمر بتوزيعه على الفقراء وكل الناس بشكله الشعبي، رغيف مدور منقوش ومرشوش بالسمسم. أما بالقصور فكان ينرش بالفستق وجوز الهند والسكر، لكن الناس كانت تتغاضى عن هالفرق وتعتبر أنه خلال هذا الشهر رح تاكل خبز ملوك. يعتمد المعروك كخبز السحور خلال رمضان بكتير من المناطق لأنه المكونات الإضافية اللي ذكرناها بتخليه خبز بطيء الهضم والامتصاص وبدون ما يكون تقيل، وبترفع قيمته الغذائية عن نهار الصيام اللي بيفقد الواحد فيه كتير حريرات. قرص المعروك الصغير والمنتشر لساته مو غالي كتير، لكن مع هيك ما عاد بقدرة كتير من العالم إنه تشتري، والإفطارية اللي كانوا الأولاد ياخدوها ليشتروا فيها هالرغيف انحرموا منها ومنه. دعوا نعمل أرغفة هالمعروك بالبيت أو حتى نشتريها ونوزعها على كل مين بتشوفوه ماشي بالطريق ومحتاج. في ولاد كتير بشوارعنا، في ناس صار بيتها خيمة بالجنينة، في ناس من زمان ما عاد داقت الفرح، دعوا ندوقها فرح صغير برغيف معروك. مو صعبة صدقوني. كمان حلقة من حلقات فتوش من رمضان الماضي، حلفايا اللي تعرفنا على أهلها بلحظة أسى، بهي الحلقة رح نحاول نتعرف عليهم أكتر ونتعرف على الحلفاوية، السيارة اللي من اختراعهم الخاص. حلقة مميزة من برنامج فتوش رمضان المحبة بحلفايا، هلأ على سوريالي.